عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم. طبعا جايين نشوف الدبابات الكهربائية، يعشقيلهم يعني أحلى شيء الدبابات الكهربائية في الوقت الحالي، بدون بنزين بدون شيء، شحن وخلاص. هذه الدبابات كلها تبارك الرحمن. هذا بخاطري أنا، هذا الأحمر، هذا اللي عندي، هذا الأسود، هذا اللي عندي. شوف هذا السيكل، هذا شوي كيف، هذا باتري ولا شو؟ ما تشارج. ها هذا اسود، كم سعر؟ 4000 500 درهم. وهذا 1400. كم يمشي، كم ساعة؟ هذا يمشي 45 كيلو. وداخل الشحن كم خليه لازم؟ أربع ساعة؟ أربع ساعات تشارج، مشي لك 45 كيلو. هذا حلو بعد، هذا الصغير الميني. هذا شوف الديزاينات، شوف التفاصيل، تفاصيل حلوة. هذا الدباب جيت انا والله اخذ شاحن، الدباب مالي خربان، الشاحن خربان، فجيت اخذ واحد تبارك الرحمن. هذه كلها. هذا كم هذا؟ هذا ممكن ثاني هذا 3000. 3000؟ ها 3000 درهم اماراتي يعني. ها الاسعار ماكينتين، ها كم؟ 80 سرعة. 80 ها سرعة. وكم شحن خليه داخل شحن؟ أربعة خمسة ساعة. ها ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف هذا حق اليهال، وهذا سيكل ونفس الشيء شاحن، يعني إذا تمل، إذا مليت تحط سيكل رياضة وشوي تشحن هذه البطارية تبارك الرحمن. أنا خاطري هذا الأحمر، الأحمر هذا. هذا كم الأحمر، كم؟ كم سعرها؟ 4800. هذا 4800. هذا خاطري أنا، حلوة حلوة هاي. شوف نفس الشيء 4 ساعة 5 ساعة. ها كلهم هذا شيء كفيل، هذا 5 6 ساعة. ها ما شاء الله، هاي القدام هذيل.